يأتي ثمار هذا البرنامج وهو برنامج الشرطي الصغير، حيث أننا قائمين على هذا البرنامج منذ سنوات بتعليمات قيادتنا الحكيمة بقيادة السيد اللواء حازم عطالله قائد الشرطة الفلسطينية، حيث أن برنامج الشرطي الصغير المقصود به وأن نخرج أجيال قادرة على حفظ النظام والقانون، وهذه الأجيال أن تعطي المادة التدريبية التي تم إعطائها من قبل ضباط أكفاء في الشرطة الفلسطينية لزملائهم للحي الذين يقطنون فيه لطلاب مدارسهم. نتمنى التوفيق لزهراتنا، حيث أنهم هؤلاء الأطفال هم بنات الدولة المستقبلية العتيدة بإذن الله. سرنا أن نخرج الأطفال المشاركين في مخيم الشرطة الصغير، حيث أن مثل هذه المخيم من شأنه أن يزيد من ولاء الأطفال لوطنهم، بحيث يساعد كل منهم في حفظ الأمن والأمان للوطن والمواطن الفلسطيني. أنا الشرطية الصغيرة ليان جمال سليمان جمال، اشتركنا في مخيم الشرطة الصغير. اليوم كان تخرجنا في انتهائه، كان تابع لمركز الشباب، كشفت الشباب مركز الشباب الاجتماعي. أنا بشكر مركز الشباب وبشكر مدير الشرطة عزام جبارة، تعرفنا على مهام الشرطة وتعرفنا على أقسام الشرطة اللي هي مكافحة المخدرات، الأحداث، حماية الأسرة، المرور، السلامة المرورية، وشكراً.